اساتذه. تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه؟ يبقى ده كده عندي حته ازاي ان حضرتك تعمل كده عندي حركه جميله زي دي كده عند اهوت كويس، عشان تبتدي ان انت تعرف كده عندي ايه؟ تبتدي ان انت تعرف تشتغل. طب جميل، تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه؟ تعالى دلوقتي كده مع بعض هنبتدي ان احنا نعمل كده عندي ايه؟ نبتدي ان احنا نعمل سباق عربيات. سباق عربيات، سباق عربيات ايه كده عندي؟ نبتدي نعمل سباق عربيات. ما نعملش سباق عربيات ليه؟ بس اهم حاجه يا اساتذه ان انتوا تبقوا خلاص فاهمين الدنيا رايحه فين وجايه منين. كويس، فاهمين الدنيا رايحه فين. انا برسم حياه بسيطه كده وحياه، انتوا بقى تبتدوا تظبطوا الدنيا بتاعتكم. بس تظبطوا مهندس عندي سؤال، قول لي انا دلوقتي لما بعمل اف 6 بيعمل لي امتداد للانكور بوينت لكل لاير لوحده؟ مش لانكور بوينت، لما بعلم انا بعلم على كل الفريمات كده اهو، وبضغط اف 6 بيجيب لي، بياخد لي نسخه من الكي فريم اللي قبله يحطها لي كده عندي في الاخر عشان ابتدي اعمل حركه جديده. يعني نهايه اف حركه 6 بياخد لوحده اوتوماتيك يوديه للاخر. اوتوماتيك، بياخد نسخه من اللي قبله يحطه في الاخر طب اسف نسخه. سؤال تاني، السهم ده اوقات بيظهر عندي نقط جنب بعضها. جميل، يبقى انت مش حاطط في الاخر كي فريم، انت حاطط بلانك كي فريم. تمام. انت حاطط لو نقط يبقى في الاخر مفيش كي فريم. يعني انا لو جيت دلوقتي على الكي فريم ده دلوقتي كده عندي اهوت، بص على الكي فريم الاخير ده، مسحته وعملت ديليت هيديني نقط، يبقى في الاخر مفيش كي فريم، في بلانك كي فريم. وصلت؟ انت حطيت في الاخر بلانك كي فريم، فهو مش شايف نهايه حركه، فهو مش عارف يعمل ايه. لا، لازم يكون تمام. في نهايه عشان يظهر سهم، لازم يكون كده عندي في ايه؟ في كي فريم كده عنده زي ما انت شايف كده عندي. وصلت؟ وده كده عندي حته كده عندي ايه؟ حته كده عندي ازاي ان احنا نعمل الكلام ده؟ ازاي ان احنا نعمل الكلام ده؟ طب يلا بينا نبني كده عندي ايه؟ نبني نعمل كده مثلا كده عندي حاجه تانيه، حركه تانيه جديده، اللي هي كده عندي ايه؟ اللي هي كده عندي ازاي ان احنا نعمل عندي بسم الله الرحمن الرحيم، ازاي ان احنا نعمل كده عندي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم كده نعمل كده عندي ايه؟ سباق عربيات كده عندي. يلا بينا، دي كده عندي تنس بينج بونج، تعالى كده نحفظها سيف از بينج بونج. لو عايزين نبعت لكم الملفات دي كلها يا اساتذه ما عنديش مشكله. بينج بونج بينج بونج بينج هنا عندي بينج بونج. طيب بصوا مع بعض كده عندي ست، تعال نبتدي نعمل بقى كده عندي ايه؟ فاين نيو، هنعمل سباق عربيات. اوكي، طيب عشان نبتدي نعمل سباق العربيات بتاعنا. جميل، بصوا يعني عايزين كده نعمل كده عندي ايه؟ عايزين نطور لكم الدنيا، ممكن اطور لكم الدنيا، يعني ممكن اطور لكم الدنيا، يعني نخلي دماغنا لاسعه شويه، ممكن نخلي لاسعه شويه. احنا لسه اللسعان لسه ما وصلناش ليه، احنا دلوقتي بسخنكم وانا بعودكم على يا ريت الحركات، يا بس هندسة، يعني بصوا انا لغايه يا دلوقتي ريت. بسخنكم كده ايه واحده واحده. ما بص يا كريم هقول لك حاجه، هل انتوا حاليا تعرفوا تطلعوا شغل؟ تعرفوا تطلعوا شغل، بس عايزين بقى الشغل اللي الدنيا تبقى افضل كده عندي. تعالى نعمل كده عند سباق العربيات بتاعنا. بصوا مع بعض كده هندسه، ادي كده عندي كالتالي كالتالي، عشان بس هتاخدوا بالكم كده عندي ايه؟ هتاخدوا بالكم كده من الدنيا، الدنيا هتبقى كبيره شويه. بصوا يا اساتذه، اللي انا بعمله بدائي عشان ما حدش يكون عنده خلفيه، او حد تاني مثلا تكون بتتناقش معاه يكون عنده خلفيه يقول لك هو ايه اللي بيعلمه لك ده؟ ده في مش عارف ايه، ويقعد يترسم عليك ومش عارف لسه في موفي كليب ومش فيه، وفي كده عندي الانستنس في البرامج التانيه، ويقعد يتكلم عليك ان هو عبقري. كويس، انا لسه ما شرحتش الكلام ده كله، لسه ما اتكلمتش في اي حاجه من الكلام ده كله. احنا ماشيين بصوا تاتا تات، الكي فريم واللي عملها. استاذ لو سمحت بس تحرك السيارات، اشرح لنا الكي فريم وايه وايه عملها. كويس، مو وصلتني فكره عملها. طيب جميل، حلو، حاضر يا حبيبي، حاضر. بص يا استاذ تعال نبتدي نعمل كده عندي ايه؟ نعمل الستريت كده عند الستريت او الروت، الطريق. جميل، حته كده عندي ايه؟ حته خط اسمر كده عند دوت، خط اسمر اديني كده عندي ايه؟ تك تك، امسك لنا كده الكلام ده. صلصال كمان، انا حكيت الصلصال معايا دي، عايزينه كده عند حته واحده، حته واحده كده عندك. طيب جميل، حلو،
طب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي، ونخلي الاستيج بتاعتنا كده يخضرك النازر. جميل. بصوا يا اساتذه، ركزوا معايا بالله عليكم، عشان خاطر اللي انا هعمله ده على فكره بدايات حركه، والله العظيم بدايات حركه. انا اللي انا بعمله بدايات حركه مش حركه كامله، عشان ما تقولش الباشمهندس بيشرح لنا ايه، لسه ما شرحتش الكلام ده، لسه في حاجات افضل من كده بكتير. متلخبطه بين اشكال الصلصال العاديه، هل بتختلف في تطبيق الحركات؟ لا. الصلصال والعادي في الحركات؟ لا، هي بتختلف في الشيب توين بس، لكن في الرسم عادي براحتك، كله زي بعضه، كله زي بعضه، مش فارقه معايا خالص كده عندي في الحركه، مش فارقه معايا. تفرق معايا في الشيب توين، الصلصال بيتعملها شيب توين، الثانيه ما بتعملهاش شيب توين بس، لكن كله زي بعضه. تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي كالتالي. خليها كده عندي كام، صفر، خلينا الاستروك زيرو، مفيش استروك، مش محتاجين استروكات، كبر لنا الشكل بتاعنا كده عندك 550 550 صفر، عشان يبقى الشكل بالظبط. جميل، حلو. تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندك التالي، ده الروت كده عنده. طب هنعملها كام حاره؟ هنعملها ثلاث حارات، ثلاث حارات، ثلاث حارات كده عندك. جميل. بص بقى مع بعض كده عندي يا فندم، الخطوط بتاعتنا اديني كده عندي لير جديده، دي اللاين جروب. شايفين انا بكتب كل حاجه، كل لير لازم يتكتب، لازم تبقى منظم، انيميشن لازم تبقى منظم، مهرجل حياتك مهرجله، ما ينفعش تشتغل الشغل ده، ما ينفعش تشتغل انيميشن خلاص. لو حياتك من اللي ماشيه بالبركه كده مهرجله، ما ينفعش تشتغل الشغل ده، ما ينفعش تشتغل الشغل ده. تعالى كده مع بعض، هذا اللاين بتاعنا، اديني كده عندي في الابيض. جميل، حلو. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. طيب هات لي كده عندي الكلام ده، كنترول سي، كنترول في، كنترول سي، كنترول في، عاملين الطريق كده اربع حارات، اربع حارات. جميل كده عندك، حلو. هات لي بقى الكلام ده كله، هات لي الكي فريم ده كله، كنترول سي، كنترول في. بص كده مع بعض، بقول لكم لسه يعني الدماغ اللاسعه، احنا دماغنا هتلسع على الاخر، اصبروا بس. كنترول سي، كنترول في، هات لي الكي فريم ده كله، كنترول سي، كنترول في. هات لي الكي فريم كده عند ده كله، كنترول سي، كنترول في. طيب بص يا سادة، ادي كده عندي الطريق بتاعنا كده عنده. جميل كده مع بعض. عايزين نعمل بقى كده عندي، عايزين نعمل كده عندي كالتالي، هات لي الكي فريم ده كله، كل الكلام ده بره الطريق. تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي، خلي الكلام ده كله كده عندي، طيب يلا اديني كده عندي كلاسيك توين، كلاسيك توين كده عند دوت عند 500 وكام، 590 اف 6. كويس، اف 6، اف 6. تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه، 590 يعني كده عندي كام ثانيه، 10 ثواني. تعالى اعمل لي كلاسيك، كريت كلاسيك توين، رايت كليك، كريت ايه، كريت كلاسيك توين كده عندي. حلو. تعالى لي بقى في الاخر، في اخر الزمن، هات لنا اللي انا عملته ده كله،
طلعه لي فين؟ الجنب التاني. لو جينا ادينا كنترول انتر يعني كده الطريق بتاعنا كده عندك وصلت، الشارع يتحرك، انا عملت الارضيه تتحرك. انت بتهيالك الارضيه تتحرك، انا محرك الخطوط بس انت بتهيالك الارضيه تتحرك. انت وصلت معاك الفكره؟ وصلت معاك انا بعمل ايه؟ انت بتهيالك الطريق بيتحرك عشان انا محرك الخطوط بس. ما هي دي الخدعه، الشاشه ثابته بس انت فاكر ان الطريق كله بيتحرك، انت فاكر ان الكاميرا بتتحرك. جميل. طب حلو، هات لنا بقى العربيات الجميله بتاعتنا، محايات رفيعه كده صنططه كده خالص، مع ان انا الخطوط اللي انا عاملها دي عريضه قوي، يعني انا مش عارف انا كان دماغي فين وانا بعملها في تين ويندو، خطوط عريضه جدا بس ماشي حلو. تعالى نعمله بقى العربيات بتاعتنا، كار 1 كار 1. تعالى كده مع بعض كده عندي ايه، تعالى لي كده مع بعض جوجل، كرتون كار، كرتون كار، توب فيو، توب فيو بينجي. ايوه جميله كده عندك، عربيه جميله كده عندك. حلو، عايزين بقى العربيات الجميلة دي. تعالى كده مع بعض، تحفة، سيف ايمج از، جميل، ديسكتوب سيف. تعالى كده في العربية الحمراء دي جميلة، حلوة بنلفها. خلص بقى اظهري، ما تزليناش. جميلة كده عندها رايت كليك، سي في مش اس، سابق ولاحق. مش عارف انتوا حضرتوا سابق ولاحق ده ولا لا. سي في مش اس سيف، عارفين سابق ولاحق والكلام ده ولا مش عارفين الكلام ده يا ستي؟ طبعا كده يا باشمهندس، طبعا لا، احسن تكون مش عارفين الكلام ده، اصل انا كان دماغي لاسعة في الكلام ده. تعالى لا كده مع بعض. حضرناها هندسة. طيب ماشي، بطمن بس ان انا ما كنتش لوحدي. لا حضرناها. طيب تعرف كده مع بعض كده عندي، يلا بينا يلا بينا، اطلع كده عندي، افتح البرنامج. يلا اشتغل، افتح يا مسهل الحال يا رب، يا مسهل الحال. تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي كويس، تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي كالتالي. بصوا معايا كده عندي يا ستي، يبقى ده دلوقتي كده مع بعض كده عندي، تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي، هنجيب الصور دي، ثلاث صور دول، يلا انزل بيهم كده عندي في الفوتوشوب، اطلع بيهم، سيبهم. تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي، تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي كالتالي كده عند دوت، طلعنا بيهم كده عندي والدنيا تمام التمام. بصوا بقى مع بعض كده عندي اساتذه، الصورة الأولانية دبل كليك افتحها، اوكي، شيل الخلفية بتاعتها، كويك، ديليت، كنترول دي، هات التانية، يلا بينا، دبل كليك، اوكي. ديليت، كنترول دي، الصورة الثالثة، دبل كليك، اوكي،
ديليت كنترول دي. يلا بينا فايل سيف اس. كار 1 كار 1 1 بي ان جي بي ان جي سيف اوكي خلصناها نو وري كده فايل سيف اس كار 2 بي ان جي بي ان جي كده عنده سيف اوكي وحضرتك فضيت خلفيه الصوره اللي بتحفظها بي ان جي ما عشان خاطر اوديها هناك بس عشان خاطر اوديها هنا لازم تتحفظ بي ان جي فايل سيف اس والمفروض المفروض يعني ان انا ما اسيبش الفراغ ده كله حواليها يعني المفروض الصح بقى لو انتوا عايزين بقى تتعلموا الصح كويس تعمل كروب وتشيل كل اللي انت ما انتش لازمه اللي مش لازمك شيله اهو من هنا ومن هنا المفروض الحركه دي لازم تعمل الحركه دي لا 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 هتروح في فلاش هتروح بالفلاش كده عندي بخلفيه ده بخلفيه بيضة فايل سيف از كار 3 بي ان جي كله سيف اوكي تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي واديني كده عندي هنا نو جميل هذا العربيات بتاعتنا كده عندي اهيت العربيات بتاعتنا بصوا العربيه الصفراء والحمراء انا عايز ان انا اشيل دايما بص اتعود انا بعودك على الشغل الاحترافي والشغل الصح ده غلط ده يغبلك في البرنامج لا شيل كل ده مش عايزين انت عايز الحياه على قدها بالظبط اهي فايل سي بس كده بس كده مش محتاجين كده عندي مش محتاجين الزيادات دي عشان ما... عشان الزيادات دي هتذلك انت بعد كده هتذلك جوه برنامج الفلاش تبقى واخده مساحه على الفاضي فايل سيف اس سيف كده بس يلا بينا يلا بينا يلا نعمل الحركات بتاعتنا الحركات بتاعتنا يلا هات الكلام ده انزل بيه جوه الفلاش تعالى كده عايزين نروح كده عند مين نروح على اللايبرري كده عندك. طب انا مش عايز اروح هت. تعالى كده مع بعض خلينا كده عندك. انا اضطريت افتحهم غصب عني اقفل 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 تعالى كده مع بعض اظبط اللايبرري بس كده عندوت هات لنا الثلاث عربيات دول اطلع بيهم في اللايبرري بتاعت الفلاش ارميهم في اللايبرري كده دول. كار 1 وكار 2 وكار 3 تعالى اعمل لي بقى كده عندي ايه ادي كار 1 كار 1 وادي كار 2 كار 2 كار 2 وادي كار 3 كار 3 كويس تعالى لي دلوقتي كده مع بعض هات لي الكار الاولانيه الصفرة كده عندي تحطها طبعا كبيره صغرها مش محتاجين كل الكلام ده حلو كده في الطريقه اهي جميله ادي الكار بتاعتنا كده عند اهوت تعالى لي كده مع بعض الكار التانيه الزرقاء نعمل لها روتيت 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 بالشيفت بس كده عندها جميلة صغرها تعالى كده نظبط بس مقاساتهم فيتن ويندو عايز العربيات تبقى قد بعضها في الحجم 200 جميلة اهي تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ادي كار 3 ماشي محطوطة في نفس اللي هي كنترول اكس تعالى كده هنا كنترول اي كنترول شيفت في عارف كار 2 عموما كنترول شيفت في حطيت في كار 2 كده عندي تعالى في كار 1
عربية حمراء. كويس اهي، هات العربية الحمراء، نزلها نزلة كبيرة صغيرة، لفها زي الزرقاء كده عند أول، صغرها، تعالى كده مع بعض كده عندي، كبر 2% عشان بس نظبطوا العربية بتاعتنا. هات لي كده الليير بتاعت كروان، هي اللي فوق زيها كده حجمها، والدنيا تمام التمام كده عندك. يلا بينا، مستعدين للسبق، مستعدين للسبق كده عندك. كويس، لو عايزين بقى عربية تانية كمان ممكن كمان نجيب عربية تانية كمان، ممكن نجيب عربية تانية كمان. كويس، بس ثلاث عربيات كويسين، ثلاث عربيات كويسين، ثلاث عربيات كويسين. يلا اديني كده عندي ايه، اديني كده عندي اهوت، اديني كده عندي اف 6 في كله. كويس، واعمل لي كده عندي ايه، انسرت كيفري. يلا كلاسيك توين، كلاسيك توين، كريت كلاسيك توين، وكريت كلاسيك توين، وكريت كلاسيك توين. جميل، وكريت كده عندي ايه، كلاسيك توين. طيب تعالى دلوقتي كده مع بعض اشرح لنا، انا لسه ما عملتش اي حاجه، انا عملت كلاسيك توين بس كده عند اهوت، لسه ما عملتش اي حاجه حقيقه، لسه هبتدي بقى احرك كده عند اهوت، لسه هبتدي احرك، انا لسه ما حركتش خالص كده عند اهوت، انا لسه هبتدي احرك. تعالى اقفل كده عندي من الاول كده عند اهوت. انا هبتدي كده عندي ايه، هبتدي كده عندي ان انا هنا عندي عند ال 40 هحرك العربيه الصفراء، هو على طول بينشئ كيفرين. جميل، عند ال عندي ادي ال 40 كده عند دوت، حركت العربيه يمين، العربيه الصفراء كده عند دوت. تعالى كده عندي عند ال، او تعالى لي كده مع بعض هنا، هذه العربيه الزرقاء، وتعالى لي كده عندي هنا، هذه العربيه كده عندي مين، الحمراء كده عند دوت. حلو، اجي بعد كده عندي، عندي كام؟ اخد الكيفر مادة اهي بالالت، انقلها كده عندي هنا، انقلها هنا، انقلها هنا. جميل، هتروح العربية الصفراء متقدمة شوية، متقدمة شوية، والحمراء ترجع ورا السن، والازرق اهو يطلع قدام شوية. جميل، اخد الفرمات دي كده عندي، متحرك بيها كده عند اهو، عندي 35 الزرقاء. كويس، ثانيه واحده، الزرقاء كده عندي اهيت، هتطلع كده عندي ايه اهي، والحمراء هتطلع كده عندي اهي، خليها كده عندي إيه. بعد كده اخد الفرمات دهيت عندي، عندي كام؟ 175، ارجع الثلاثه كده عندي ايه ورا. تعالى كده مع بعض كده عندي عند 200، هتعجبكم على الاخر دلوقتي الحركه لما تشوفوه. نخلي كده عندي ايه، الزرقاء هي اللي طالعه قدام، وادي كده عنده، وهنا دي كده عندي، ثانية واحدة بالألت، أخد بس الحركات بتاعت كده عندي، هتبقى مبسوطين على الآخر لما تشوف الحركات دلوقتي كده عندي، تحس إنه إني فعلا سبق بجد. أهو تعالى كده مع بعض، هنا اديني كده عندي دول، طلع لي كده عندي، ومع المؤثرات الصوتية الموضوع بصوا بيختلف خالص كده عندي، مش بنحط فريمات ولا حركة على الخطوط، مع الخطوط، مع الطريق، أنا حركته الطريق بيتحرك أهو، الطريق حركته، هي الرود لاين اتحرك،
انا بحط الفريمات بس على العربيات بس، لكن الحركه بتاعت الطريق خلصت خلاص، الطريق خلص كده عندي اهوت، الطريق خلص، الطريق خلص كده عندي. جميل، هتروح الحمراء كده عندي، طالع كده عندي هنا. طيب تعالى كده مع بعض ناخد كده عندي هنا اهو الفريمات دي، ده كده عندي قربتهم كلهم ورا كده. جميل، تعالى كده مع بعض اخد كل ده من هنا، اجيب الصفرة كده عندي، الصفرة بقى كده عندي هي اللي بتجري والحمرة بتجري معاها، والحمرة بتجري معاها والزرق بتجري سنة صغيرة، حاول تحصر. تعالى كده مع بعض امسك لي كل دول، هتحس ان سبق بجد. وممكن بقى اجيب دي على طريق ده واجيب ده هنا، يعني الموضوع هيختلف تماما كده عندي. يعني تعالى كده مع بعض نلسع شويه كمان، انا قلت لكم الموضوع لسعان كده عنده، تعالى نلسع شويه بقى، يبقوا بيزنوا على بعض. هات لي الصفره كده عندي، الصفره تعالى كده مع بعض، عايزه تنزل نحو كويس، والزرقاء كده عندي والحمراء، والزرقاء هتروح رايحه هنا. جميل، تعالى كده نكمل. حمرا كده عندي، الصفرة كده عندي هترجع ورا، حمرا هتطلع قدام، والحمرا كده عندي كده مع بعض. هات لي بقى دول عندي كده عندي، جميل كده عندي اهوت، والحمرة كده عندي تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي اهوت، هات لي كده عندي شوية شوية دول دول في الآخر عشان نثبت كده عندي. تعالى كده مع بعض هات لي بقى شوية دول كلهم كده عندي، رجعهم ورا عشان هنعمل كلمة زين. طب حلو، هنخلي الحمراء هي اللي هتفوز. حمراء صغر شوية، خليها كده عندي 50، حمراء كده عندي هي اللي هتفوز. خليها كده عندي الزرقاء، تعالى كده عندي الصفرة، كويس. تعالى كده مع بعض عايزين ايه؟ عايزين من اول هنا انا بره
تعالى كده مع بعض كده عندي ايه. عايزين كلمة زي انت، اعمل لير جديدة بقى كده عندي اهوت، انسرت بلانك كي فريم، انسرت بلانك كي فريم، وتعالى اكتب لي بقى كده عندي ايه زي انت. تعالى كده مع بعض زي انت لفها. قلنا الدماغ لازم تبقى ايه، دماغنا لازم تبقى لاسعة طبعا زي انت. عايزين زي انت هنا من بره. تعالى في الآخر دي لا اف 6 كريت كلاسيك. يلا حركها بره، ايه بره التصميم في الجنب التاني. بس عايزينها تحت يوم برضه زي انت. عايزينها تحت الثلاث عربيات. يلا بينا نشغل بقى نشوفوا الدنيا هتبقى عامله ازاي. بصوا مع بعض كده عندي اساتذه، يلا اديني كنترول انتر. وصلت ادي سبع عربيات كده. يبقى ده كده لو حضرتك حبيت ان انت تعمل كده عندي ايه حته السبق كده عندي بتاع العربيات كده عند اهوت، حته السبق بتاع العربيات، فانت متهيالك ان الطريق بيمشي وان العربيات بتتحرك والدنيا تمام التمام، لكن كل الكلام ده خدعه كده عند اهوت. كويس، الدنيا تمام التمام كده عند اهوت، والدنيا تمام التمام، والدنيا 10 على 10. وصلت كده يا باشمهندسين؟ موضوع سهل جدا يعني، شوفوا بالفلاش انا راسم شويه حياه كده عندي وبلعب، انا قاعد بلعب كده عندي، انا قاعد بلعب بس انا متخيل الحركه هتبقى عامله ازاي، هي الحركه وبقسمها مين قبل مين بقى ومين بعد مين. ولو انا لو انا بقى انتوا عارفين بقى حطيت بقى صوت مؤثرات بقى وصوت عربيات بقى ايه بتسرع وبتاع والكلام ده كله، الموضوع يختلف تماما يا اساتذه، يختلف تماما، يختلف تماما. ولو انا جبت العربيه بقى ما انت ممكن تعمل مشاهد، تجيب العربيات من قدام جاي كانها جاي عليك كمان، يعني كان الكاميرا جايباهم من فوق وكان الكاميرا جايباهم. لسه هنطور الكلام ده كله واحده واحده، هعمل لكم الكلام ده كله واحده واحده، هنعمل الكلام ده كله واحده واحده، هنعمل الكلام ده كله تبقى العربيات كده من التوب والعربيات من الاند والعربيات من الباك. كويس، تحس ان انت فعلا عايش في سباق. كويس، في شاب بيسأل على اليوتيوب كاميرا في الفلاش. بص الفلاش ما فيهوش كاميرا، بس احنا بنعمل الكاميرا في الفلاش، هعلمك تعمل الكاميرا في الفلاش كده عندي، هعلمك تعمل الكاميرا في الفلاش، هعلمك تعمل الكاميرا في الفلاش. استاذنك يا حياه، هو بيسأل ايه اللي هو على اليوتيوب يا حياه؟ كويس، بيسأل ايه، بيقول ايه كده عندي، بيسأل على ايه؟ بتصمم العاب؟ انا بصمم العاب. كويس، قولي له ده اهو، قولي له والله كنت بصمم العاب على الفلاش اهي، قولي له كان بيصمم العاب على الفلاش، ورد عليه قولي له ايوه كان بيصمم العاب على الفلاش، العاب ال2 دي كنت بعملها كده عندي، بس خلاص ما بقاش حد يطلبها دلوقتي، ما بقاش حد يطلبها كده عندي. وصلت، يبقى ليه كده عندي حته مين؟ يبقى ليه كده عندي حته كده عندي اساتذه ال يعتبر السباق ده هندسه برضه 2 دي، في ايوه من 2 دي كده، ما هو ده 2 دي، ما هو ده 2 دي كده ده 2 عندي، دي اه ده 2 دي. بس انا بص اقول لك حاجه، لو عملت لك بقى العربيات من قدام والعربيات من ورا والطريق بيمشي من قدام، احنا لسه هناخد الطريق بيمشي من قدام، هعملها لكم، ايوه هتحس ان احنا عايشين حياتنا بص كانه سباق بجد. لما تحط ترتب مشاهدك بقى وحياه من قدام وحياه من ورا، هتحس ان هو سباق بجد كده عندي. فواحده واحده كده مع بعضنا، كويس الدنيا تمام التمام. طيب
احنا كده خلاص خلصنا المحاضرة بتاعتنا، وهابي ويك اند عليك وعليا. كويس، المفروض بقى حضرتك تعمل لي ايه؟ انا محتاج من حضرتك ان انت تعمل لي السباق ده، انا محتاج من حضرتك ان انت تعمل لي السباق ده، محتاج من حضرتك ان انت تعمل لي السباق، محتاج من حضرتك ان انت تعمل لي كده عندي بتاع التنس. كويس، بتاع التنس ده كده عندي، محتاج من حضرتك لو انت جدع، لو انت جدع بقى. كويس، عايز بقى اشوف بقى ايه، عايز اشوف شغل، حد يعمل لي حرب اكتوبر، نفسي حد يعمل لي حرب اكتوبر، نفسي. الطلبه كانوا في الوقت ده بيعملوا لي حرب اكتوبر، يقعدوا بقى عندهم بس هما كان بيبقى عندهم يومين بحق ربنا، يقعدوا يعملوا في حرب اكتوبر. طيب انتوا هتاخدوا، عايزين تاخدوا يوم الجمعه ولا عايزين تريحوا الجمعه؟ لازم ناخده. طيب انا ما عنديش مشكله، انا كده كده لا اوريدي انا معاك، انا بتكلم لا عشان تعرفوا تشتغلوا، عشان تعمل لي واجب يا كريم. مش انا مش عايز ان انا اسم بشرح وبس، انا مش عايز باسم بشرح وبس، ما انت لو خدت الجمعه تخلصوا لي الواجب بقى كده عندي، تعملوا لي الواجب، فهمني يا كريم؟ ما انا عايز واجب، انا عايز عربيات، وعايز بتاعه التنس اللي انا كنت عاملها من شويه، وعايز حرب اكتوبر كده عندي. ده حرب اكتوبر ده هتاخد لها وقت يا ما عشان كده، ما انا عشان كده انا عايز اديكم يوم كده، يوم راحه كده عند دوت. خليني اقفل المحاضره يا جماعه دلوقتي، خليني اقفل المحاضره ونفتح 10 دقايق مع بعض. تمام يا خليني اقفل باشا، المحاضره ونفتح 10 دقايق مع بعض. شكرا لكم كده، ايه، اقفل المحاضره ونفتح 10 دقايق مع بعض، نتكلم مع بعض ونناقش مع بعض اللي عايز. شكرا لحضرتك.